سوري عدول حبيبي. I'm late. ايه تأخرت يعني. لحظة. شو هيدا؟ أنت شو هيدا؟ بلابس مثلي. أنت لابس مثلي. معقول يا عباس؟ معقول كمان. هلا طلع طالعين أنا وياك مثل هيك لون جاكيت. هي ذاتها ونفس الكولورز كمان. نفس شو؟ نفس الكولورز يعني نفس. شو كولورز؟ الألوان. كولورز. هلا هي طيب. هلا ضحك علينا المرة. خلص روح هلا وأنا هي. لحية هلوي في هونين. هونين؟ شو هيدا؟ تفضل. شو هيدا عم بيع سيارة والله؟ لك ما هي سيارتها. مرحبا مدام. مرحبا. اهلا. هلوز. شو هلوز؟ هلوز مراحب يعني عم نقلها. انا اللي حكيتك على التليفون عادي. اهلين كيفك؟ ماشي الحال تمام. وصديقي عباس. هلو. مدام رولا. ايه نعم مدام رولا مظبوط. كرمال السيارة هاي بدك اياها. ايه 100%. نايس تو ميتو مدام. نعم. نايس كيف؟ نايس توميتو. شو قصتك ما تبلش فيه من الاول لهذا؟ شو نايس توميتو؟ عم بقول لها يعني تشرفنا بمعرفتي. نايس تو ميت يو. هيدي لحمي ها توميت يو. نايس تو ميت بطلع بقول لك انا تشرفنا خلص. طيب تشرفنا. سوري عفوا. اهلا نايس تو ميت يو تو. هاي هي السيارة اللي انا عرضتها للبيع. سوري بس هيدي بدك تبيعي المنبر معها؟ نعم. كيف؟ بدك تبيعي المنبر معها؟ رقم السيارة عادي. نمبر. شو قلت أنا؟ رقم. نمبر. نمبر مش منبر. لا الرقم هيدا اللي عليها لإلي يعني. حضرتك بس بدك تشتري السيارة بتسجلها وبيعطوك رقم بالميكانيك. انت تجيب رقم مش تشتري رقم بصير غير شيء. قدي سعرها؟ هيدي عرضتها ب 17,000. والله بلاش 17,000؟ 17,000 مع ATV؟ لا هي بس السيارة لحالها. الATV ما عندي بعد. تي في يعني انه از ضريبه فيها ضريبه فيها تي في تي في. ما انتبهت عادي المعلم ما تعصب مرتبه تي في تي في يعني قصدي انا افتكرت هيك انكلودينج تي في. نعم 17,000 كثير شوي يمكن. لا والله ساره بجنن صراحه يعني هيدا فيكس حطته. طب هي فول اكشن؟ فول اكشن فول اب فول شو اوبشن اوبشن مظبوط فول اوبشن. بتعرفي يعني ام تشوكينج. شو بدك سلامتك؟ ام تشوكينج. زهق. شو بدك؟ شو عم يعطوا عليك؟ زهق. لك شو بدك فيي؟ عم تخني. لك عم اي عم بخني اخنقك عزرائيل. عم اي ام تشوكينج يعني انا عم بمزح. ام جوكينج. شو قلت انا؟ مش تشوكينج. لك فلتني قطع نفسي. عم بمزح يعني ما توخسينا. ولا يهمك ولا يهمك. المهم عجبتك السيارة؟ عجبتني. هلا من حيث المبدأ عجبتني. حلوة. كم كالندر هي؟ اثنين. كل سيارات بيجوا اثنين كالندر. كم كالندر؟ من قدام من ورا. اسم الله عليك شو بتفهم بالسيارات؟ اسم الله عليك. هول يعني الصبابات قديه تبعولا في سلندر. شو هي؟ سلندر. شو قلت انا؟ كالندر. ايه هي هول الصبابات. ست سلندر. هي ستة؟ تمام. يعني طيب. ما بتصرف بنزين. والاسانسورات شغالين؟ شغالين. هلا واقفين في قطعات كهرباء هالفترة. الله لا يوفقك. اي اسانسورات؟ الاسانسورات يعني لك هول الحساسية القصة الحساسية هاللي سنسرز. ما انت معنا سنسرات مش ايه سنسرز ماشيين من قدام ومن ورا يعني السيارة ما بها شيء بتجنن. اسكندر يعني. لحظة هاي ما فهمت اول انا. لا اسكندر. شو اسكندر؟ ما هي لما بتجي الشغلة لحالها هيك بتجي بيقولوا لك هيدي هيك بتجي لحالها اسكندر. اسكندر؟ اسكندر شو قصتك انت كمان؟ ستاندرد. شو قلت انا؟ اسكندر. طيب ماشي الحال. الله غلطنا بهالحرف. ماشي الحال. نعم يا مستر. السيارة خير او مين ما شايفها عم تعجبه كثير. بدك حضرتك تشتريها؟ لك يا عمي قلبي هتفلى بدي اشتريها. طيب بعد في شيء بدك تساله عن السيارة؟ بدي احكي من شان التوبلس. شو لك انت بالتوبلس؟ كيف تحكي لك مع المرة؟ شغلتنا شو اجبكم؟ عم تقول شو انتوا لعينا مثل الديوك؟ شو اللي بتسأل عن التوبلس؟ عيب عليك احترم حالك ولو مستر. انت احترمي حالك. شو قصدك شغلتنا؟ عم اقول لك توبلس الدولي توبلس؟ تيوبلس. تيوبلس. شو تيوبلس؟ مش تيوبلس. تيوبلس هول اللي ما بينفخته. تيوبلس. تيوبلس. طيب ماشي الحال. هلا طب بسيطه غلطنا بهالكلمه. عادي انت لا تنقهر مني يا خي. ما بقهر منك انت. بس شوفني طلعت بالانجليزي قدام العالم كلها بتكسب لي بعضيفه. يا استاذ قلكم نص ساعه موقفيني هون. خلصوني رسولك. هيدي سيارتك يا مدام. نعم. بتسوى ليرتين وربع. ما بتسوى. نعم. بهالسعر وبهالمواصفات بروح بجيب وحده كومباني. كومباني؟ كومباني. شو كومباني؟ شركه يعني. الله لا وفقك. تعرف شو الحق علي انا اللي ضيعت وقتك كرمالكم؟ ما توقفي بدك تفرك فتل. الله عليكي والله بتتنمردي. اي سو يو جاكسس. اي سو عادل. شو بدك مني انت هلا؟
هلا هيك حكيت مع المره ونزلناها للمره ونطرناها طلع اخر شيء ما بدك يا بدك تجيب وحده كومباني ايه بدي اجيب وحده كومباني لا ايه لا ايه ايه شو على القليل بتكون فري رابيد رابيد ايه يعني سريعه لخمبا ومنت بعادي عم كثيرك انا بتطلع لي مسود بوش مع العم ما خصك بالانجليزي 100 مره قايلين لك روح دراس تعلم عم تبهدلنا قدام العالم وين رايح هلا نازل على الشغل وين بدي اروح وصلني معك لوين على الوينج على الوينج اي وينج اللي ما سامع بالوينج سامع بالرينج بوصلك على الرينج لا على الوينج يعني على الجناح لك قوم بقى لك انت قوم بقى